لا تحكي، عندي دفاع وعندي داخلية. ما أقبل أن تسيول لي بعض. نفسك واحكي عدل. سيد رائد رجال. احكي عدل. يعني هاي يا أخي طرقاعتنا كبيرة والله العظيم. يعني دور لك على وتيد تشوف لك واحد يعني رئيس وزراء قوي، تيد دور لك قائد قوي لا يؤمن بالمحاصصة، لا يؤمن بالطائفية، يؤمن بعراق واحد. يا أخي العراق مو مال شيعة ولا مال سنة ولا مال كراد ولا مال أيزيد ولا مال مسيح ولا مال صابع. السيد علي فضل الله. إذا ما رد عليك السيد علي فضل الله وسيأتي دوره يقول لك هذه المطالبات تأتي من خلال استحقاق الانتخابي. الاستحقاق الانتخابي يا أستاذي لا يحكي لبيت شيعي وبيت سني، خلي يشتغل لي العراق. أنا أريد ناس تشتغل للعراق. أنا صعدت نائب مجلس نواب، صعدت نائب دي يشتغل في المنطقة، صعدت نائب عندي قرارات مصيرية، عندي طريق الحرير، عندي ميناء الفاو. ليش وقت احنا نظنين معتمدين على النفطات وخرصة النفطات؟ شلون بعدين منين ننطي رواتب؟ الاقتصاد مالتنا ريائي. انتظر هذا يسولف في البيت الشيعي وهذا يسولف في البيت السني. تشرين ليش طلعت؟ تشرين ليش طلعت يا استاذ نجم؟ تشرين ليش طلعت؟ انت سمعت سيد فضل الله؟ هذا سني، هذا شيعي، هذا ايزيدي، هذا سمعت ايش قال لك الان؟ نترك الكلام هذا حقيقة استاذ نجم. بالنسبة لنتائج انتخابات، سيد رائد، سيد رائد، تسمعني استاذ رائد؟ نعم. تسمعني سيد علي فضل الله؟ نعم. يقول لك انتو طريق الحرير منو سخمه غير انتو؟ ما اعرف اذا كانت هاي تهمه ولا مزحه ولا عتب. اي احنا طلعنا نطالب بوطن، طلعنا نطالب عيش كريم. احنا سابقناكم على كرسي، سابقناكم على منصب. ما احنا طلعنا من 2011 يا بن عدلو، يا بامشوا بطريق الاصلاح، يابا امشوا بالطريق اللي يرضي الله وعباد الله. انتم مو جيتوا تحكمون باسم الحسين والامام الحسين، وانتم ذول اللي جيتوا الاخر الطائفه الاخرى تحكمون باسم الدين. وينكم الله براء منكم الدين وبراء منكم حتى النبي محمد؟ وينكم يعني هسه هم اعيد نفس يعني السؤال يا سيد رائد. هم ليس وحدهم من حكم، يعني ليش احنا نذب الثقل كله على الشيعة؟ ماكو اخرين ايضا باقوا ونهبوا وكتلوا وسلبوا؟ كل الطبقة السياسية بكاملها، كل الطبقة السياسية الحاكمة فاسدة. هسه اتحدى اذا يحكي على الدكتاتور مسعود بارزان اللي قاعد هو اربيل، اربيل قمعة التظاهرات، اتحدى اذا يحكي ويقول النظام كل الديمقراطية اللي تطبق في بغداد وحكومة بربيل. اسمعني كل زين، انت بربيل مسلماني، اسمعني كل زين. شوف التظاهرات احترموها، احترموها بغداد. هذا وقتي احترموها، هذا وقتي لا تدخل بوقتي. اختار الفاظ بعد صحيحة استاذ علي فضل الله. اختار الفاظ يا خير من تناسب ويا الشاشة استاذ علي. كلها طبقة سياسية فاسدة، تسمعني لو لا؟ كل الطبقة السياسية فاسدة، ما استثني عندهم احدا، لا سوى تحدى ما تحدى، كلكم فاسدين، سنتكم وشيعتكم وكردكم ومسيحكم، كلكم فاسدين، كل من قاعد على الكرسي وظل يطبل البيت الشيعي والبيت السني كلكم فاسدين، انتم دخلتوا المحاصصة الطائفية، انتم اللي دخلتوا المناصب تباع وتشترى، من دخل هاي الثقافة غيركم؟ من اللي دخلها؟ صار تقريبا عقد من الزمن، من 2011 هسه احنا ب 2022 اذا سمعت استاذ نجم، صار 10 سنوات نطلع مظاهرات احنا، يا بن عدلو، يا بن مو هيك الحكي، يا ابو طلع اجانا العبادي بال 2014 وقلنا يا الله وفوضناك والقوي والامين واضرب بيد من حديد وانسلك من حزب الدعوه واشتغل عدل وهم ماكو. موضوع المحاصصه ترسخ في ادمغتكم وهذا سبب دمار العراق. شوفوا الارامل وشوف الايتام ويطلع لي يتبجح بالاعلام بدماء الشهداء، ما دماء الشهداء، وهاي مرت الشهيد اللي دافع عنكم وقاعدين على كراسيكم، اللي دافع عنكم تروح مرت الشهيد للدوائر الحكوميه، لو تساوموها على عرضها، لو تدرون عندها غير اشياء على مود تنطوها. هذا حق زوجها، حق ابنها الشهيد. سيد رائد احكي بادب، احترم الشهيد واحترم دماء الشهداء واحترم مرت الشهيد. احترم دماء الشهداء وعلى راسي، دماء الشهداء على راسي، انت احترم دماء الشهداء ولا تصرفون بالكراسي. استاذ رائد خليني حتى حرب داعش. استاذ سيد رائد سياسيه قذره. سيد رائد اذا سمحت لي، سيد رائد اسمحت لي بهذا الكلام. استاذ رائد اذا تسمح لي خلينا نتحاور بادبيات، حوار بهدوء، يعني حتى احنا لا ما نتنابز، خلي كل واحد يعطي رأي دون أن يفرض رأي على الآخر. أنا ما أتجاوز أستاذ نجم. هسه أنا بدأ أقول لك، أقول نحافظ على أدبيات الحوار حتى ننتج فكرة. شوف أستاذ نجم أولا إذا تنظر للعراق وكأنه دولة، أولا جانب مهم، حل المؤسسة الأمنية من قبل الجانب الأمريكي وجعل الأرض العراقية مستباحة
وأعطى المجال لكل الدول الإقليمية أن تتدخل في الجانب العراقي، ضعف الإرادة السياسية بأن تتحكم بموارد الدولة. لذلك البحث اللي تتكلم عنه يا أستاذ مو أنا اللي جبته، واقع الحال صرت أمام خيارين، أما أن أتحمل التفجيرات أو أروض هذا البحث ويجي للحكومة العراقية، وهذا في حد ذاته أنا برأيي هذا يسجل مثلبة على صقور العملية السياسية الشيعية. كان من المفترض أن نتعامل بأسلوب الأغلبية وأن نتحكم بموارد الدولة حتى نتحمل مسؤوليتها. أما موضوع يعني خليني أكمل موضوع ما عندي وقت أستاذ علي، ما عندي ضيوف آخرين. يقول لا 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 وصلنا إلى مرحلة مهمة، أحداث عام 2014 كانت خير دليل على أن المؤسسة الأمنية العراقية التي تم بنائها من قبل الجانب الأمريكي كانت هشة ولم تستطع الصمود أمام 300 مخربط من داعش وسقطت 5 محافظات. من أنقذ العراق بعيدا عن الموضوع الحرب الطائفية والحرب الأهلية، من أنقذ العراق هم الميليشيات اللي يسموها ميليشيات والفصائل المسلحة، هي كانت الرافد الرئيسي للمؤسسة الأمنية وأن تحول الانكسار إلى انتصار وأن تعيد هيبة الدولة العراقية. من الميليشيات، من الميليشيات. تعال عزيزي تعال، أنا عندي 1,000,000 رجل أمل أستاذ نجم. أي؟ أنا عندي 1,000,000 رجل أمل، ده أنطي رواتب أنا 1,000,000 رجل أمل. شنو الميليشيات المسلحة؟ ليش؟ ولدنا وين راحوا؟ عندك توازن مكونات، عندك الكون، عندك السن، وعندك ما يفوق 1,000,000 رجل، عندي دفاع وداخلية وأمن وطني واستخبارات ومخابرات. هم الميليشيات المسلحة. أنت ما قاعد تسوي المسلحة اللي قاعد أمام الدولة، الميليشيات المسلحة اللي قامت تهدد أعلى هرم في الدولة، تهدد شخصية رئيس الوزراء بغض النظر عن من يكون رئيس الوزراء. بابا حبيبي منصب رئيس الوزراء، هذا الكلام، هذا الكلام مال شارع مو مال قنوات. هذه الميليشيات اولا شرفتك وحفظت لك هيبه الدوله العراقيه، ولولا الميليشيات لكانت الدوله العراقيه. انت تحكي عندي دفاع وعندي داخليه، احترم نفسي المفروض ما اقدرك والله. سيد علي هذا خلينا نفسه راح استاذ، هذا الشارع سيد رائد، هذا مو اهل سيد رائد قدام كاميرا، هذا استاذ علي، استاذ علي، استاذ علي احترم نفسك استاذ علي. خلينا نكمل باب، خلينا نكمل وليد استاذ علي، خلينا ننتقل استاذ عقيل. انت منو حتى تعلم لي الاحترام وليد باب؟ سيد رائد رجاء حبيبي احترم نفسك، انت انت انسان فوضوي، انت ابن تشرين اللي سقطت حكومه، هاي الحكومه سوت اقتصاد وراح سوت اتفاقيه صينيه وسوت صدور عاليه. رجاء انت بابا، رجاء انا شرف لك، انا شرف سيد رائد، انا شرف لك ولا زال اقبل الاساءه. رجاء ما اقبل، ما اقبل ان تشيل اللي بعد نفسك واحكي عدل. سيد رائد رجاء احكي عدل. سيد رائد نجم، هذا الاشاره ترى جايبه. استاذ رائد احنا امام شاشه وامام جمهور، يعني انتم مو غرماء كل من يطرح فكرته. خلينا ننتقل لسيد علي، خلينا نحكي حكي علمي، خلينا ننتقل لسيد عقيل.